وسهلا، واليوم بدنا نتذكر ونحكي مع بعضنا عن علم الفراسة. اتقوا فراسة المؤمن لأنه يرى بنور الله. المؤمن، نعم، ليل كتير بيشكوشي واحد منهم، مش بس يشوفك من الصوت، أوقات على الصورة ومنبعت له فيديو وبيشوف. واحد اللي بيقدر يعرف، لا، أنت كمان من العارفين والعارفات. شو بقى نعمل؟ ما بعرف أي متى بدنا نتخلص من هالمرض. رح يضل هالمرض موجود في كل العالم وبنوع خاص بأمة العرب. نحن أمة اقرأ لا تقرأ. علم الفراسة من هون، كل العلوم بتشوفوها شرق وغرب هلا أساسها دائما من أمة الوسط. هيدا العلم موجود بكل الكواكب والمجرات، دائما أهل الوسط عندهم العلم. واحد واحد اثنين، واحد واحد واحد، وأبعاد الواحد الأحد. وليه بدنا نقرأ كتاب صغير مثل هيدا؟ شوف شو صغير، 3 صفحات صار فيها هلا كبسة زر، يعني بتقروا الوجه، بتساعدك لما بتشوفي وجهك، بتشوفي وجه البابا والماما والتيتا ويلي بيجوا، وجه الشاب اللي بدك تطلعي معه، البنت بدك تتجوزها، هيدا الرجال بدك تشتغلي عنده، اللي بده يشتغل معك، بدك تعمل شركة انت وياه. بتطلع بوجهن، المكتوب على الجبين بتقرا العين. كل حكاية موجودة هون هون، من اي نقطة بتاخدها من المحيط، في قصة المحيط نقطة الدم بتحكي عن كل الجسم. فإذا ليش صرنا نعمل كل هالفحوصات من مختبر لمخ؟ تبر بالمخ في شيء اسمه العقل، نسأل العقل مش الجهل. والمختبر بدي أقرأ نقطة الدم، ماني كلني قدامك. قال له كيف ولادك؟ قدامك. بصرنا عميان وبدنا نحكي عن النور، وما في أكثر من تجار علم النور. ما في زوم تروحوا لمطرح ولا مريم نور ولا أي بيت السلام، فوتوا لشو. وإذا حبيتوا تعرفوا وما قدرتوا وحدكم أو بالكتاب أو بالقراءة أو بحدا من العارفين، حدا بدك تسافر من هون لهون وتعرف بأمريكا فيها العلم، تقعد على الإنترنت. حد هلأ ما بعرف إلا بيت السلام مريم نور. بيت السلام فاضي بلا إنسان، لبنان فاضي بلا إنسان. إنسانية كلمة بدأ إنسان. فإذا يلي بيعرفوا ليه لحد هلأ دايما بفتش وبلاقي ليه. ما في أكثر من التجار، تفوت على محل بتقلك عندك سكري، عندك سرطان، وقاعد تبيع بضاعة وعم بتدخنه، بتبيع أكل صحي وبتدخن. فإذا ننتبه، مش للاقتناء، للاقتداء. إذا عنا هالعلم وما بدي عيشه كأني عم بحكي بالكتاب، ما في أكثر من حاملين الكتاب كالحمير المحمل أسفار، ما بدي يوم. بحكي مع الأطفال، بحكي مع المعافين، أحلى بكتير، بتعلم منهم ومن ابتسامتهم ومن صدقهم ومن حبهم، أحلى من أحلى كتاب. اللي ما في قلب، مبشرين ومفسرين ومشوهين، ما بدي. فإذا كتاب صغير مثل هيدا، هلا فيس ريدينج، بتقرا العينين، الحواجب، المناخير، الجبين، الدينين، التم، الشفايف، الدقن، الخدود، واشياء كتيرة حسب العمر بتفوت بهالنقاط. تلاقي في وجه مدور، ماما وجه مدور، وجه مربع، وجه اوفال، وجه ريكتانج، وجه ليكي كيف يا ماما هالوجه؟ ليكي يا ماما انا عندي صاحبي هيك وجهه. أنا هيك أوقات بكون بالمرايه بشوف حالي، وبعدين بصرت بنومي واحد هيك يا ماما مربع مربع. صدقوا أولادكم شو بيقولوا، خاصة تحت 7 سنين عم بيشوفوا هلا من مجرات تانية، من كواكب، خلص وصلوا على الأرض. يعني بالأربعينات إجوا على أمريكا، شافوا إن العلم وتصور، حضروا كوكون، خلص كل العالم عم بيحكي بأمة العرب. اللي بيحكي بيقولوا عنه مجنون، ولكن حقيقة. هلأ بتشوفوا قديش هون، بتقولي الله ليش عندي أنا بزري هون؟ ليه هون؟ ليه هون؟
شو هالعلامة؟ وقت لهون بتقولي شو هاي؟ الكلى، القلب، قلبه على راس لسانه يلي عنده هون نقطة ورمة، جهاز الهضمة، جهاز التناسلة، الرئة، مصران غليظ، ليفر، طحال، سبلين، كبد، كل على الايد موجودة على الاصبع. من وين ما كان فيك تقرا، فيك تشوف المحيط مالح من وين ما دقته، بس ما في طعمه مثل التاني. نعم، ما في شعره مثل التاني، ما في بصمه يد مثل بصمه تاني اصبع. بتتغير، يلي ولدته من اهلي ما بيتغير، بسموه بني، بس يلي انا عملته كيف الحال بيتغير الحال. لكل حال مقال ولكل مقال مقام. بس البنية ما فيني، انا ولدت من امي سرطان وامي من امه، وكان قليل عن من شي 100 سنه، هلا عم بيزيد كتير. وقت قال لي بيي انت مثل امك، قلت له لا، يخلق من الشبه 40، بس انا مش مثل امي. دغري الفكره اجت على راسي، سالت منين بيجي السرطان؟ ما حدا سالني كيف حياتك مع نفسك مع زوجك مع عائلتك مع كيف نفسيتك. منشيل ومنحط صدر، وقت بتكونوا حاضرين، الحضرة حاضرة، قريت كتاب وصرت بهالباب، باب العلم. فإذا الفراسة علم وحقيقة وموجودة، كل الشرق الحكماء بالفراسة. سيدنا عمر كان يتطلع ويطفي الضوء، يلاقي من أهل الخير، يضوي يتطلع يقرأ. كيف فينا نعرف؟ بالقراءة، بالعلم. ببيت السلام منتعلم، وقد ما تعلمنا بناخد مفاتيح ومنصير من مفتاح يا فتاح. وبتجيبوا كتب، حطوا Oriental Diagnosis وتشوفوا. هلأ بتقول في عندي علامات بتزيد بالعمر. نعم، فيك تعرف عمرك، حيوانات من سنينهم، نحن عم نقبعهم وما فينا نقرأ سنين، ولكن فينا نعرف العمر. مش بس 70 سنة برات هلأ رحم أمي، من قتله قديش قعدت برحم الأم. نعم، من حيوات ومن برازخ. كل جهة اليمين أخذتها من أمي ومن أهل أم أمي، طاقة الأنثى كلها هون، وجهة الشمال طاقة الذكر، أبوي وأبو أمه وأبو. فإذا أنا من أمي وأبوي، من الأبعاد اللي جبتها جسديا هون أمي وبيي، حتى سابع جار، سابع مقام سلالة. ولكن في أسرار جبتها معي، كتاب جبته بيميني وقلت نعم. بتشوفوه كله؟ نعم، بالعين. هالعلم اسمه إيريدولوجي، ما في لزوم تروحوا عند أي طبيب هو يشوف. كتاب صغير، صفحة صغيرة، كل يوم بيتغير، من أسبوع لأسبوع بتتغير. ترجع بتطلع بعيني، بتطلع بعينيهم للأولاد، ماما غسلوا بمي وملح، عملوا لهم زهورات، حطي مي وقصعين وغسلوا العينين، خلص. كان خايف، بكي، تأثروا. فإذا شو بنعمل؟ كتار منهم يلي عم بيعملوا غسيل كولونيكس، إمعة، جاء أب وجاب معه بنتين مرات لبنان ليعمل لهم غسيل هون بلبنان. واحدة منهم فاتت على المستشفى، رجعت على بلدها وماتت. وقت بدي اعمل كولونيكس وغسل، بدي انتبه انه في شي بيروح، عم بزت برمي من المغطس الطفل والمي، هي الكولونيكس. بدي ارجع اخد اسيدوفيلس، شلت الطبيعي وخدت اسيدوفيلس اصطناعي. حتى لو جيتوا لعندي عبيت السلام وعذرت قمح واعطيتكم يا خضور، افضل طريقه انه نغسل امعائنا من التب ناكل، وافضل مكنسه للجسم الشعير. نحنا كل الميدل ايست شعير وقمح، درة، شوفان، رز،
أفضل رز بالسعودية إن شاء الله. السعودية طعم كل الناس، رز رز ناشف ورز مي. ما في لزوم نجيب من مطارح بعيد، أنا بجيب من أعلى جبال اليابان. قريبا بصير عندنا قمح ونقدر نحن ناكل القمح، مش بس بالخبز. بس هلا المصران ضعيف من 200 سنة لليوم، بنرجع بنقوى إن شاء الله. فإذا ما في لزوم روح نعمل حقنة غسيل مصران، شو بصير؟ بتصير بس على باب البدن بتوقع مثل الأخذ شربة، بس مش بتتم. كانوا أهلنا قديما مرتين ثلاثة أو أربعة بالسنة يعطوا شربة حلول، ولكن أفضل شربة المضغ 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 المضغ، وناكل شعير قمح رز كامل. نزع القشور خطوة إلى القبور، القشور يلي هي مكنسة بتشيل السموم، بترجع بتحط عطور بهالبذور ناكله كل يوم مرتين الجسم الصبح ومساء. ما مننام إلا بس نفوت على الحمام، بينضف الجسم وبتنام وما بتشوف كوابيس. وما بناكل فواكه قبل ما ننام. ليش؟ لأنه هلا ما بقى عم نركض وبنشتغل مثل من زمان تناكل فواكه، بناكلها الصبح، عنا كل النهار بنهضمها. طاقة الفاكهة هي طاقة أنثى، يلي عنده أمراض بيوقف الفاكهة ليصح، والإنسان اللي جسمه سليم فيه ياكل كل شيء. أكل الرجال قد فعاله. اليوم كلنا كبسة زر، وإذا ما في كهرباء ما فيني أطلع الدرج، طابق واحد ما فيني أطلع، بيطبق صدري، أكيد بدي أطبق صدرك لأن صدرك صار طابق وبناية. ما بقى في جسد سليم حتى يقدر يهضم هالأكل السليم. بدنا نرجع كلنا نحاول ونصوم وتصح. بدي صوم على كل شيء. بكره بالبرنامج اللي بيطلع بليبيا إن شاء الله قريبا، بالكلمات رح أذكر أي مأكولات حول هالأمة العربية بالاسم ومين ووين. ما بقى فينا نكذب، يعني اللي ما بيحكي كالقابض على الجمر أو شيطان أخرس. بس أنتوا بتعرفوا شو في اليوم بالسوبر ماركت، في حوار جميل كتير بين الحليب والنانانا، بين الحليب والمي. بيقول له الحليب أنا مهم، المي بتقول له أنا أقدم، أنت حليب منك طبيعي، ما فيك شيء من الحيوانات وما فيك شيء من الإنسان، وسكتي ليكي أنا شو صرت. بتشوفوا هالحوار. بشكر الأطباء اللي عم تبعت لي هالإرشادات، وبقول له تفضل اطلع معي، بيقول لي بخاف. عشان هيك بدي أخبركم قصة جرحت قلبنا كتير ببيت السلام، بحب شارككم فيها. إجينا ست صبية صغيرة مجوزة جديد وعنده ولد ياسين صغير. ما فيني أقول لكم شو صارت مشوهة وشو لعبوا فيها وكيف نشقيدها، ما فيني أخبركم قصتها. ولكن مبارح تلفنت أمه وقالت للطبيب اللي عمل لك هالعمليات لقطوا لحوب الحبس. عندي ست إجت من العراق بدها تغسل كلوية، قعدت التنين والثلاثة والأربعة والخميس، إجا الطبيب لازم تروحي تغسلي كلويك. قلت له شوفها. قال لي بس إحنا أخذين لموعد. قال عم تبولي؟ قالت له نعم. ما عندك مورمة؟ لا. أخذوها بالأول. فإذا مين المسؤول عن جسدك؟ اللي جسدك عليك حق. انتبه، هيدا جسمي أنا، منو جسمك ولا جسمك. أنا المسؤولة عن هالجسد. وبفهم اللي ما بيعرف بخاف. كان الطبيب نسميه كأنه الله، هلا صار حاكم بأمر الدولار والدرهم والدينار والبترول، نسينا الله والرسول. في أطباء أوادم مشيل حتى معنا خبرية اليوم، قال لي المرة اللي بتجيب ولادها وبقول لها ما في زوم للدواء ما بتدفع. قال لي ليه ما بتدفعتي المعاينة؟ قالت له ما وصفت لي دواء، رايحة بس تجيب دواء. الدواء بيضر ابنك يا حبيبتي. لا كلهم بياخدوا دواء، كل ولادنا بالحي، كل الامات بتحب ولادها وبتعطيهم دواء. المرض بالام. ما بقى في ام، في مطاعم وما طاعم. شوفوا المستشفيات شو عم بتزيد. بس هيك شوية وعي، اختصاص واختصاص. فاذا ما في لزوم ما تروحوا تعملوا غسيل معدي ولا غسيل كلى
ولا غسيل معه إلا إذا أنت قررت. مش حدا يقرر عنك ولا حدا ولا زوجك، أنت هذا جسدك، جسدي أنا. شو بعمل؟ نظف جسمي بالصيام، صوم وتصحو، وباكل مثل ما أمر الحبيب. الطب النبوي الشريف، طب الإمام علي، شوفوا شو قالوا كل الأنبياء والعلماء والحكماء. دوائكم غذائكم وغذائكم دوائكم. في مؤتمر اليوم بسيدني بأستراليا، شاري روجرز طبيبة وأخت لنا وزميلة، كتابة اسمه The Cure is in the Kitchen، العلاج بالمطبخ. والأخ فوت على المطبخ بتخبر عن زوجها وهي وديش أطباء مهمين ببيتها، وكيف راح سوا كنا أنا وياها مع ميت شكوش، كيف عشنا إنه شو هالإنسان اللي منه دارس طب وما عنده شهادات طب، بس حكيم من حكماء الله. بس يشوفي إلا هذا معه هذا معه هذا معه. فإذا ترجع الأم على بيتها، بدك أنا نترك الشغل يعني نقعد البيت؟ عنا صانعة. يا صانعة الأجيال، يا صناع الحياة، يحيي الحياة. بدي حدا يعلمني كيف بدي أصنع حياتي؟ لو ما هالحكيم ما حبلت، حبلني بثلاث أولاد جبت. لو بدي أسمع جوزي ما كنت حبلت. ما بقى في عنا وعي، لنكتة مهضومة. بس إنه دايما هو اللي بده يحبلني، والتاني بده يطلعني على السماء، والتالت بده يعلمني، وهذا بخيط لي، وهذا بلبسني، وهذا بسوي لي شعري، والبنت بتسوي لي الاوضه والتخت، اعملي لي قهوه يا بنت، اعملي لي هيك. وطبعا الرجال صار بده غير هيك، وانت بدك غير، وهو بده غيرك، ويلا يا دنيا غري غيري، طلقتك بالتلاتة. الله، هيدا غرور. خلينا نرجع الى الجذور. حلو كتير هالكارت الصغير يلي بيقدر يفرجيك كيف العين مرآة المؤمن، وكيف بتتغير بكل لحظة، بساعة حب، بساعة غضب، بساعة انفعالين. وكيف اجى هالعلم؟ انا شفت العالم كان عمره 116 سنة، كان عنده بومة وانكسرت اجرة للبومة، عملت زيح بعينه. قال شو خص العين بالاجر؟ وبس صلحت الاجر راح الزيح. فاذا هي موصوله بهي. وهيك اجى علم قراءه العيون، قراءه الايد، قراءه الجسد، بادي لانجويج، كيف بتمشي، كيف بتنام. كيف فينا نتعلم هالعلم؟ موجود فينا. كيف فينا نشوفه؟ بالرمايه، بركوب الخيل، بالسباحه. ما فيني أعملن هون بالتأمل، ما بقدر، عندي شغل، بالصيام، بصوم وعقلاتي منن هون. راقبي عقلي، إذا ما بدي روحي هلا على القبر، فيني حالك بكير بركي بتوعي. هاند رايتينج، نعم. بتتعجبوا أوقات بقولكم بس ابعتولي خط الإيد. كل هالعلوم، كتاب صغير، ديكودر، بتفكي شيفرة إذا بتكتبه وبتمحيها، بتفكي حسد وسحر عليك وعولادك وعجوزك. بيقولوا هيدي خطط له يا أختي، مدري أش خطط له، مكتب له خط. في فرق كبير بين الخط وبين الصراط. هو عمل خط، عملي صراط. شوفوا أكيد هيدا بالإنجليزي يعني خط أجنبي، ولكن بنفسه فيه فوق كتاب محي الدين ابن العربي، عنده كتير كتب خاصة بهالعلم. كل خط بتكتبيه بينعرف شو عندك مرض، بينعرف من أي مجرات، من أي كواكب جيتي. ما حدا مثلك، ما حدا عنده هالخط غيرك. أي كلمة اللي كتبتيها بس كلمتين ثلاثة بأي لغة. ميتشو بيقول احمله زيح، بعمل هيك انا زيح، بيقرا كل فقرات ظهري، كل فقره من فقر ظهري بخبرني قصه حياتي، امي وبي والماضي والحاضر والمستقبل، كله بكل عظمه فيا، كل عظمه عم تحكي. بتقول يا الله ساحر هيدا؟ لا منه ساحر، انا الجاهله، هيدا عالم.
هيدي كلها موجودة من أيام السبرم، المني لحي راسه هيك مثل الحية، هيدا المني، وبقلب هالمني في بويضة المرأة أم. هاتنين وتلاتين درس وسن ونايب، 32 فقرة، كيف فيني أتعلمهم؟ موجودين فينا بالتأمل، منشيل كل اللي بالأفكار هالغيوم، بس ترجع بتصفى السماء وبتشوفيه. وكل ما أجت غيمة بين كل غيمة وغيمة بتشوف البدر والهلال والقمر والشمس. ما الغيوم هي من الهموم، واللي ما عنده هم بيشتري هم. فإذا بدي خير جليس اللي بعرفه من الكتاب. سألتوني مريم في كتير جوروز، بس واحد يقول أنا جورو ما بلحقه ما بروح، كل واحد يقول أنا معلم وتعوا تعلمكم ما بروح، ما بحضر ولا دورة ولا بلبنان ولا بالهند ولا بأمريكا، بقعد بقرأ بكتابي وبتأمل، بروح على الجماعة تعيش معهم كأهل وأخوة، بحب أعيش كم يوم وارتاح واتعرف عليهم. مشوار سياحة واصطياف بالطيف وبالطوف، هيدا الطواف. بس معلم يلحقني أو يبرمجوني ويعلموني، وبس شوف المعلم انهري وبوس الإيدي وإجراي، هيدا هو المعلم. ما تعلمنا من الأنبياء بدي الحق الأغبياء، بروح لعند المعلم اللي بيقول ما تلحقوني، روح هيدا كتاب وعد اقروه، اعملوا تأمل مع بعضكم مع الأصحاب، وحدك بكل عمل، كتاب إذا حبيته، مجلة جريدة، فوت من باب الحب، حب نفسك بالأول، تعرف عليه خلص. بيساعدك الكتاب والفيديو والشريط ومريم وروي ونانسي وتجع بيت السلام، نعم بنتعاون مع بعضنا، عاونة بنبني البيت، بس مش واحد يلحق التاني. تعا تعا المسيح ما قال تعوا الحقوني، قال له اترك كل شيء واتبع حالك، استمع الى نفسك، ايمانك شفاك، لا بي ولا انا الا ايمانك. شوفوا الكلمات وبين كل كلمة وكلمة، المسيح منه كلام، هو المعجزة، وقال انتو مثلي واكتر. كل القديسين منسميهم قديسين، المسيح بيسميهم اخوته، يعني كل واحد منا مسيح، ممسوحين بالله من روح الله. ما نوقف عند الكلام، شال كلمة شال كلمة، ما نوقف عند الشرائع والتقاليد. أكبر عادة إنه يكون عندك عادة ما بدنا إياها، أنا اعتدت إنه يكون هاي، لا تتقيد بالتقاليد، ضلك بعيد. وما بدي أرضي حدا، انتبهوا، كل واحد منا ما بده رضاك، بدك رضا الآخرين لأنك عايزه، رضا نفسي ع نفسي ورضا الله علي، قال له ما بدي إلا رضاك. ما منوصل إذا كنا بدنا نرضي الناس، رضا الناس غاية مستحيلة، ما فيك تدركها، ما فيك ما فيك. اسمعوا الأقوال بسمعكم بتقولوها باللغة العربية، غاية لا تدرك، جيب الإدراك وشو بدك ترضي الناس. من راقب الناس ما تهمل، رضي نفسك ما في وقت. فإذا من كتاب اليوم، الكتب البسيطة اللي عم تتعمل بهالطريقة، أو كلمة طلع بالمراية، ما تشوفي وين كيف بدي شد، جيبي لي في عندك شيء بشد لي الحرمة اللي عندي، بدي ياخذ لمرته والحرمة إذا كانت مرته، يعني شدي قلبك عقلي النوايا الأفكار. لو شديتي وجهك وعمرك 60 وصاروا 40، وبعدين شديتي شديت، اجى رجال على البيت شايف امه، لقاها صغيره كثير، قال لها شو عامله؟ قالت له عملت عمليه تجميل. قال لها مين هو هيدا اللي عم بيرضعها؟ قالت له هيدا بيا حامل الببروني. رجع لورا 60
عمل عملية يرجع لورا 60. يعني حقيقة هي نكتة بس فيها نكد. التجميل الله جميل وبحب الجمال، بس جمال النور. هيدي من الكتب يلي نادر وجودها هلا، Light Medicine of the Future، ها من عينينا يقوى حاسة النور فيك. مؤتمر اليوم كيف العلاج بيكون بالنور. الله نور السماوات والأرض، كلنا من نور العالم، حول العالم شرق وغرب إلا بلبنان، إلا بالعالم العربي، ولكن بدها تصير. ما ممكن، ما فيني فرجيكم شو هالصور المهمة، كيف الإنسان كيف تغيري نوايا أفكاره، كانت مثل الطواف العكس، بس عملوا تريتمنت بالتنفس. كل الأمراض اللي ها نصي طريق التنفس، انك انت نور وعم تتنفس نور. حرام ما نعرف بهالعلم. Light the new medicine، النور هو الطب الجديد، بس هو الطب الطبيعي. في عنا فيديو ببيت السلام فيكن تجوا تحضروه وتشوفوا، انتوا عم بتشوفوا الفيديو منصور قبل وبعد وجهك، بتصوره وبتشوف كيف تغيرت، او بتطلع بالمراية وبعد ما تحضر الفيديو بتطلع بالمراية، بتعمل تأمل دايناميك، ومن بعد ساعة طلع بالمراية تصور قبل وبعد، كيف عملية التجميل قبل وبعد، هيك كمان بعملية التأمل قبل وبعد. بالتجميل اصطناعي سيليكون، ما بقى في شيء طبيعي. الزهرة الاصطناعية ما فيها عطر، هي بتاخد منك، بينما الطبيعية بتعطيك وبتاخد، بتاخد السم بتعطيك دسم. فإذا منين بدي أتعلم؟ صرنا نعرف الجواب، بس بأسف لما نبشوف كتار منكم بتبعتوا لي إيميل بدي أبعت لكم الأكل لبرا والكتب وفسر لكم شرح الكتب حتى تصحوا. الصحة صحوة، صوموا عن الجهل، تدخلوا بعلم العالم.